السلام عليكم اخوان، بزاف ديال التلاميذ كيجيو عندي كيقولوا لي يا استاذ بغينا واحد البرنامج للمراجعة في هذه العطلة هذه باش ان شاء الله نخدموا عليه ونكونوا واجدين الفروض وكذلك الامتحان الوطني. اللي خصكم يا اخوان الله يرضي عليكم تعرفوا بانه راه ما بقاتش في البرنامج، بقات يا اخوان في الالتزام او الانضباط. صافي ضروري خصك تكون منضبط في الخدمة ديالك، ماشي غادي ليا بروغرام وما تخدمش عليه. راه الا درتي بروغرام خاصك تطبقه حرفيا، عندك جوج سوايع ديال المات نهار اتنين راه ضروري خصك تشوف ديك جوج سوايع، عندك نهار تلات جوج سوايع ديال الفيزيك راه ضروري تخدمها. صافي دوك الناس المتفوقين اللي كيجيبوا واحد نقطة كبيرة في الامتحان 19 18 17 16، هاد الناس هادو يا اخوان راه كيكونوا ملتزمين بالخدمة ديالهم، كيكونوا منضبطين. صافي السنة كاملة هما كيراجعوا بنفس الطريقة، ماشي كيزيدوا الريتم وينقصوه، لا يا اخوان خاص تكون داير برنامج من اول سنة وتخدم عليه تطبقه حرفيا. صافي المشكل اللي عندكم هو انكم ما كتقدروش تفرقوا بين الانضباط وكذلك التحفيز او الموتيفاسيون. انا غنعطيك مثال، دابا كتكون خدام في الانستغرام ولا في اليوتيوب كيطلع لك شي فيديو اللي فيه الموتيفاسيون على القراية على الدراسة مثلا، ان فوا كتشوفو كتسالي داك الفيديو كتكون عندك بطبيعة الحال واحد الموتيفاسيون كبيرة، ديك الساعات كتمشي كتاخد الفطار وتهز التمارين وتبدا كتخدم. لكن ان فوا كدوز واحد يومين ولا 3 ايام ما كيبقاش هاد التحفيز، دونك كلشي مشى. صافي بمعنى كتبقى عايش غير على ديك الفترة ديال الموتيفاسيون ولكن ما كتخدمش على الانضباط. اللي ننصحكم يا اخوان هو انكم ضروري تركزوا على هاد الامور اللي غنشرح لكم. الانضباط راه هو اهم حاجة في البريباراسيون ديالك، خدم عليها وان شاء الله راه غتلقى واحد النتيجه في الفروض وكذلك الامتحان الوطني. انا غنوريك هاد الامور كامله اللي قلت لك باش توضح لك الصوره. دونك غادي نحاولوا نكتبوا هنا واحد الرسمه جوج الاشكال، يعني غنخدموا على جوج المنحنيات. المنحنى الاول من الاحسن نكتبوه باللون الاسود، المنحنى الاول غيكون بهذه الطريقه، المنحنى الثاني غيكون بهذه الطريقه. هذا غنسميوه ام يعني الموتيفاسيون، هذا غنسميوه بالدي يعني الديسيبلين او الانضباط. صافي يا اخوان الموتيفاسيون كيف ما قلت لك لا بقيتي خدام عليها راه اليوم ما كتكون موتيفي، غدا ما كتكونش، بعد غدا غتكون شويه، بعد غدا تاني والو، وغاديه بهذه الطريقه هذه. شفتوا يا اخوان كيفاش كيكون داكشي متغير، بمعنى ما كتكونش واحد الاستمراريه. بينما لا درتي واحد البروغرام وخدمتي عليه مزيان وطبقتي جميع الحصص اللي عندك، شوف كيفاش كتكون الخدمه، كتكون بهذه الطريقه. يعني كيف ما كتشوفوا داكشي كيكون مستمر بنفس الطريقة. داكشي علاش يا اخوان الله يرضي عليكم ركزوا مزيان على الانضباط، الانضباط هو اهم حاجة في البريباراسيون ديالك. انا ان شاء الله غادي نحاول نبارطاجي معاك هاد لي بروغرام هادو اللي عندي، حاول تخدم عليهم. يعني راه دايرهم جميع المواد او جميع الشعب، هنا سيونس ايكونومي، عندنا كذلك الجيستيون، عندنا كذلك سيونس مات، عندنا الاداب وعلوم انسانيه، عندنا الاي اس في تي والبي سي. دونك هادو حاولوا تيليشارجيوهم والبروغرام اللي كيناسبك خدم عليه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. حاول تبارطاجي يا اخوان هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك وخلي عندك راه ضروري غتحتاجو.